شكرا للدكتور يوسف مكي على هالمحاضرة اللي نقلتنا إلى واقع مر. كان هناك أمور تطرح من قبل أن ما يحصل في الساحة أكبر من عقولنا. نترك الموضوع للجمهور في التعقيب والمشاركة والتساؤل، اللي يتفضلون. حسن رفعت ايدك، وين الميكروفون؟ جاسم تفضل. شكرا للاخ الدكتور. في عندي انا ثلاثه اسئله، يعني عم بشوف لي بعض تفسيرات حتى نكون على معلومه اكثر. حبيبي شوي الصوت. السؤال الأول، لماذا معظم الحروب تدور في منطقة الشرق الأوسط في البقعة الجغرافية العربية؟ يعني هل هي لتأمين النفط وتأمين إسرائيل بس فقط؟ السؤال الثاني، ما السبب معظم الحروب تعتمد على المنظمات والجماعات الدينية؟ هل هي كما تفضلت ان هي جهاد الجماعات تريد بس الخلافة الدينية او الخلافة؟ يعني اللي نشوفه ان هذه الجماعات الدينية ما تحارب كل الانظمة، يعني كل الانظمة، هي بالعكس ان معظم الانظمة القريبة للولايات القريبة للغرب هي معظمها صديقاتها، يعني هي تحارب في المشاريع الأمريكية فقط، لا تحارب لأجل حلم دولة الخلافة كما تفضل. زين، في السؤال الثالث، هل تعتقد لو توقف يعني التمويل المالي لهذه الحروب هل تتوقف الحروب؟ نعم. شكرا. في أحد ما أشوفه؟ بس عرف باسمك للمحاضر يكون في حالة الرد، الله يخليك. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام. محمد مرهون وياك. محمد الله يسلمك. أنا بس اللي لفت نظري أن القوى الأقليمية في خلال ساعة ما جبنا طاري إسرائيل، يعني الكيان الصهيوني، مع أن أنا أعتقد أنه اللاعب أو المستفيد الأكبر من كل ما هو حاصل في المنطقة. يعني الممنوع ذكر الكيان أو صار خط أحمر أو شنو، ما احنا عارفين هاي الموضوع. أريد أسأل الأستاذ نظرة. إيه أوكي. لماذا العرب متأخرين إلى الآن ومع أن الهنود تقدموا، زين، تقدم كبير وأصبح لهم مكانة دولية، مع أن الهند كذلك كان فيها مشاكل كثيرة جدا، إثنيات والأديان والأمراض والتكاثر السكاني، زين، ولكن استطاعوا إلى يعني التغلب كما يظهر الآن لهم يعني مكانة على الساحة الدولية، ولكن نحن ما زلنا نشكو من التخلف. سيد أبو شريف. يعني بعض الأجوبة يعني ناخذ قد اللي أخذنا على السؤال واحد، بس ما عليش. لماذا تدور معظم الشعوب في الحروب في الشرق الأوسط؟ يعني في جانبين هنا، الجانب أنه إحنا لأنه إحنا ابناء هالمنطقة نشوف الحروب اللي عندنا، يعني في فترة الستينيات اشتعلت حرب كلفت أيضا ملايين
وصلت للاوس وكمبوديا وفيتنام، صارت في حروب في نيجيريا في الاكوادور، صار في صراعات محتدمة بين باكستان والهند، في احد هالحروب اخذوا من باكستان هي اوكي ما عليك، فاخذ احد هالحروب هذه اخذوا طلعوا بنغلاديش. باكستان نفسها هي صنعة بريطانية مقتطعة من الهند، اكيد في عوامل كثيرة في احنا في فترة طويلة كانت الجاذبية الصراع كله في حوض البحر الابيض، صراعنا مع العدو الصهيوني حتى ما يقول واحد ليش ما تذكر اسرائيل. انا ما ذكرت اسرائيل لانها عدو دائم وما في متغير، ثابت عدائنا لها وفي سياساتها ما في تحول، وانا كنت اتكلم على متغيرات الليل وتحولات في موازين القوى الدوليه. العنصر الثابت في عدائنا العداء للامه والتآمر عليه والتوسع والاستيطان من اليوم من يوم وعد بالفور الى الان، حتى مو من 48 الان، هو الكيان الصهيوني. وبالعكس انا للحظه هذه لا اسلم بان صراعنا مع الصهاينه هو نزاع على حدود، انا اعتبره صراع حدود، صراع وجود، صراع حضاري، وانه في تلازم بين فكره سايكس بيكو ووعد بالفور، ما فيك تفصل بينهم. اهداف تشكيل الكيان الصهيوني هو في بقعة، في أهم بقعة بالوطن العربي، من نقطة الوصل بين القارتين أفريقيا وآسيا، نقطة التلاقي من الشمال للجنوب في حوض البحر الأبيض المتوسط، وأيضا التحدي لحضاري، تحدي سياسي، من كل التحديات مثل الكيان الصهيوني. فالموضوع الحديث الليلة عن تغيرات، تحولات، تغيرات في موازين القوى، أكيد السنة هذه ما في شيء جديد في ساحة الصراع إلا مزيد من الاستيطان ومزيد من القمع ومزيد من، يعني ما في شيء، يعني شيء جديد يمكن يستحق أن نقف عنده. وأنا أشرت إلى، يعني أنا موجود في هالقاعة يمكن هذا 15 مرة، وكل مرة نتكلم عن الكيان الصهيوني ونتكلم عن، يعني فأبدا ما كان فيه، ما في موقف جديد من الكيان الصهيوني، هو عدو الأمة العربية وعدو التنمية، عدو النهضة، عدو التقدم، عدو للأمن القومي العربي. هذا باختصار. منطقتنا أكيد هي في من السبعين، إيه نحن هنا جماهير وشعب، ما احنا أنظمة عربية، احنا هنا الموجودين هنا جمعية التجمع القومي التقدمي الديمقراطي، والموجودين هنا كلهم مناضلين، وما فيهم واحد اعتقد في الحضور، او اجزم انه ما في حد في هالحضور هنا مع مشروع التسوية والهرولة، ما في حد مع مشروع الهرولة هنا. ففي شعوب الشعب العربي في مصر من عام في نهاية السبعينيات إلى اليوم، مضت قرابة 47 عام أو 48 عام من صارت التسوية بين مصر وبين الكيان الصهيوني، لم يطبع شعبنا العربي إلى الآن. وفي الأردن من عربة توقيع وادي عربة إلى الآن ما في شعبنا رافض. وبالمغرب اللي معروف أكثر تسامح مع قبل كل الأنظمة مع الكيان الصهيوني، فيه نشاط حقيقي وفاعل ومؤثر إلى المنظمة العربية لمناهضة التطبيع. فنحن يعني بدون ما ندخل في التفاصيل علاقة الأنظمة والهرولتها إلى آخر، احنا نتكلم عن شعب عربي يرى، احنا مشكلتنا أن الأنظمة العربية من الأول، من اليوم الأول
من يعني طول عمرها كانت عاجزة عن مواجهة المشروع الصهيوني والتصدي له، ما عمرها تمكنت هذه الأنظمة العربية أنها تحقق اختراقات في هزيمة المشروع الصهيوني. فيعني ما نتكلم احنا عن الفاشلين. فالأخ الأستاذ أحمد المرهون راي إلا أنت اللي سألتني. الأخ جاسم تكلم طرح أسئلة مهمة جدا، ثلاثة أسئلة. واحد منها ليش منطقتنا؟ منطقتنا لأنها موادة مش صحراء التبت، منطقتنا هي نقطة وصل بين قارات ثلاث، بين آسيا وأفريقيا وأوروبا. منطقتنا فيها ثلاثة أربعة معابر، ممرات استراتيجية في مضيق هرمز، مضيق باب المندب، جبل طارق، قناة السويس، وأحدث التغير في الملاحة العالمية، وأيضا أباتت هي تختزن عصب الحياة، عصب الصناعة في العالم كله. فهذه واحدة. لكن يعني في شيء آخر لازم نقوله، أنه منطقتنا أيضا منطقة رخوة، لو لم تكن رخوة لكانت هذه تفشل. احنا يعني انا عملت دراسة نشرها المركز دراسات الوحدة العربية عن اسباب هزيمة المشروع العمل القومي، قلت فيها انه احنا في هشاشة في الهياكل الاجتماعية، احنا دمرت النظام السابق، النظام الاقتصادي السابق دمر من بحكم الصعود الكاسح، الصعود الإمبريالي الكاسح والهجمة. أنا حتى الاكتشافات الجغرافية عب علينا، وحكيت في هذا السابق لما قلت أنه اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح كان عب على الموانئ العربية الإسكندرية واللاذقية وبيروت. في هشاشة في الهياكل الاجتماعية أكيد، في قضي على الصناعات الحرفية ولم يوجد بديل عنها، المحاولات الجنينية للتصنيع كانت دائما تقمع، عندنا هزيمة لمشروع محمد علي، هزيمة لمشروع عبد الناصر، وهزيمة للمشروع اللي حصل في مشاريع مشروع التنمية في العراق. واليوم لما نسوي حصاد للي صار في سوريا، أيا يكون موقفك، بس الحقيقة أنه دمرت مصانع حلب، لم يبقى فيها مصنع. فكل المحاولات، النظام العربي مسؤول إلى حد كبير، حتى ما واحد يقول تحمل بس هذا، لكن أيضا الهجمة قوية، وإحنا مقاومتنا رخوة، مقاومة الشعب العربي نفسه مقاومة رخوة. نحن مجتمع لم يجري، لم يتسيس، لم يعرف يعني نتعلم آلية الدفاع عن حقوقه. في كثير نضالات، وفي في شهداء، في مناضلين، في سجناء سياسيين، في معتقلين، لكن آلية العمل لسه آليات جنينية ما استطاعت أنها، إذا أخذناها في حساب يعني توازن القوى، لسه كان ما كانت في المستوى اللي هي تستطيع أنها يعني كان الهجمة أعنف منها وأكثر قدرة منها. وبعدين تمكنت القوى الأنظمة السياسية العربية. ومرة أخرى أقول هذا قانون عام وليس استثنائي، أنها تجرف الحياة السياسية في المنطقة العربية. ولما تحصل هبات، مين اللي كان موجود في الساحة العربية لما صار الربيع العربي؟ كانت القوى الشيوعية القوية اللي كانت تقدر تمسك حالها هم الإخوان المسلمين، أو التيارات الدينية اللي انوجدت في بعض دول، في بعض مناطق، في بعض بلدان الوطن العربي، اللي هي تيارات زي ما عندنا هنا في البحرين، زي ما هو موجود في مناطق. يعني القوى المدنية، النظام كان يتغاضى، خلنا نتكلم بصراحة، عن التيارات الدينية. الأنظمة العربية كانت تتغاضى عنها، وأحيانا تشجعها أيضا، أحيانا تكون يكون لها دور. يعني ما ننسى أنه مثلا السادات كان له دور أساسي في يعني إعادة الحياة والنشاء والحركة إلى المجموعات الإسلامية، وفي النهاية هو كان أول قربان له القرار اللي سواه هو هذا. هذه فيما يتعلق ليش موجودة القوى، ليش شكلها ديني؟ لأن هي القوى اللي يعني عندها
اللي ما تعرضت لقمع بما يكفي خلنا نقول بحيث أن تقمع إرادة، لأن وتملك أيضا منابر غير المنابر اللي تملكها القوى الوطنية، تملك المساجد، تملك المنابر، تملك الحسينيات، تملك كل شيء في على مستوى الوطن العربي، والآخرين بالكاد يكون عندهم مكان يعبروا فيه عن رأيهم. السؤال الثالث ساعدني فيه، التحويل المالي، تمويل المالي للحروب، هل تتوقف الحروب؟ حروب، شوف الأزمة موجودة، ممكن يجي نظام ويقمع حركة معينة، بس طالما الأزمة موجودة بتكون فيه دورات تاريخية في استعادة للأزمة، يعني أنت ممكن تخمد أزمة بس ما تقضي عليها، والأزمة تحل بمقابلة استحقاقات الناس. إذا ما تمت مقابلة استحقاقات الناس فأنت عندك يعني هذا الموجود، الأزمة موجودة في رحم هذه الأنظمة، وتختفي وتطلع وتخفي حتى تجي اللحظة اللي تتغير موازين هذه القوى ويصير الغلبة لها المشروع الديمقراطي، مشروع التحول الديمقراطي، مشروع الدولة المدنية. نعم، جاوبنا على كل الأسئلة، الأخ المرهون جاوبنا عليه بدون قصد، ما خدم التسلسل. إيه؟ شنو كان؟ سؤال الأخت فريدة، الأستاذة فريدة، سألتيني عن في الصفحة الثانية، آسف. أوكي، لماذا العرب عاجزين؟ أنا جاوبته، قلت إنه إحنا عندنا أرض رخوة، مش كذا، منطقة رخوة، ما عندنا إرث سياسي. يعني أنت لما تتكلمي عن ثورات اللي صارت في أوروبا، بدأ عصر التنوير في القرن 13، الثورة الفرنسية صارت عام 1789، 14 تموز، مش كذا؟ كم قرن وشو أفرزت؟ احنا ما عندنا، لا طلع عندنا لا روستو ولا فولتير ولا مونتيوسكو ولا لاك ولا هيبز ولا روسو، يعني ما طلع عندنا الإرث التنوير اللي سواء كان في الفكر السياسي، في الفلسفة، في الأدب. وين الإرث؟ احنا الآن يعني بالكاد تحصل كتاب في العام الكامل، يطلع لك كتاب جدير بأن تقرأه في الوطن العربي. يعني هذا المخاط اللي هو ما جرى اولا توطين هذا الفكر السياسي، وما حصلت عندنا مخاط ثقافي، وهذا ايضا مو يعني بده سبب، لانه القوه الاجتماعيه المهيئه لان تقود هذه عمليه التحول، عمليه التنوير، هي اساسا غير موجوده. نحن هنا حصل عندنا شغله بسيطه، شغله محاوله وئدت في نهاية القرن 19 مع عصر اليقظة، بدأ السؤال إنه والله ليش الغرب تقدم وإحنا تخلفنا، وصار الجواب يعني واحد يقول لأن إحنا ابتعدنا يعني التيار الإسلامي، وبما فيهم ناس مستنيرين زي محمد عبده، لأن إحنا ابتعدنا عن الإسلام. وأنا لما رحت يعني عن جوهر الإسلام، وجدت رحت فرنسا وجدت إسلاما ولم أجد مسلمين، وفي مصر وجدت مسلمين ولم أجد إسلاما، وفي ناس طالبوا بقطع الشدياق والنصيف اليازجي والمجموعة والعريسي ومجموعة من المفكرين اللي طالبوا بقطع مع الماضي. لكن شو اللي اصطدموا فيه؟ فكرة الحداثة العربية، وهي تحاول أنها توجد لها مكان في هذا الواقع العربي، اصطدمت بالدبابات البريطانية والدبابات الفرنسية، وهذه الهجمة الاستعمارية على المشروع النهضوي العربي اللي نسميه حركة اليقظة، وجد حالة ارتباك، ان احنا ما استطعنا ان احنا نميز بين الحداثة في جوهرها وفي عناصرها وفي تكوينها، وبين ما هو حقيقة ما بعد حداثة اللي هو ما بين الاستعمار. والنتيجة أنه فيه علاقة حتى في التاريخ
بين الهجمة الاستعمارية على الحداثيين، على عمليين اللي صار في الشام، هو هجوم على عناصر النهضة، على عناصر الحداثة، على عناصر التنوير، وبين انبثاق الجماعات الإسلامية من نهاية الحرب العالمية الثانية إلى انبثاق حركة الإخوان المسلمين 10 سنين. ليه؟ هذه المرحلة بالكاد تجهز لها، تعد كوادر وتسوي حركة، ويطلع حسن البنا من الإسماعيلية يبشر بفكر هو بالأساس جاء حتى يلتحم مع المشروع الاستعماري في مقاومة حركة التنوير. وأول ما اصطدم بمين؟ الإخوان اللي هم الإخوان المسلمين، اصطدموا بحزب الوفد في الثلاثينيات، ووقفوا مع إسماعيل صدقي في مواجهة التيارات الديمقراطية، أنهم هم الحركة الوحيدة اللي سمح لها تمارس النشاط في الثلاثينيات هي الإخوان المسلمين، واللي قاموا هم حزب الوفد اللي في ذيك اللحظة كان يمثل تيار الليبرالية في مصر. فيعني أنت تتكلم عن تاريخ نعيد قراءته بشكل أنه نوضع حركة التنوير لم تقمع في أوروبا، لأن كل الحركة الصاعدة، الحركة التاريخية كانت لصالحها. نحن هنا الحركة التاريخية وقفت بالضد من إرادتنا وبالضد من توقنا نحو الحرية ونحو الانعتاق. القوى اللي يفترض فكريا هي تكون إلى جانبنا، لأن احنا جريمة، يعني احنا تبنينا أفكارها، واحنا طرحنا نوجد تيار سياسي ينادي بالتحول السياسي الديمقراطي، والعشرات الكتب موجودة، احنا عايشين على كثير من تراث ذيك المرحلة، وللأسف من بعد الحرب العالمية الثانية ما طلع فكر كثير بديل. هذا الشيء ولد ردة فعل، وهذا الاستعمار اللي جاء بعده الحرب الباردة. الحرب الباردة انقسم المجتمع العربي بين الناس اللي ارتبطوا بالثورة الوطنية التحررية اللي دعمها الاتحاد السوفيتي والكتلة الاشتراكية، واللي جعلت الحديث عن ديمقراطية في ذيك المرحلة سبة. اللي يطالب بتحول ديمقراطي هذا عمي للغرب ومشبوه. زين، والمشكلة انه مشكلة المشروع النهضوي العربي انه احنا نوضع عناصر المشروع في تقابل ضد بعض، يعني كأنه اذا في حرية سياسية ما يصير في عدالة اجتماعية، واذا في عدالة واذا في يعني انه كأن احنا وضعناهم في حالة صراع، مع انه انا الان اسلم بانه هم كل هالعناصر لازمة، مثل ما الديمقراطية لازمة، العدالة الاجتماعية لازمة. وبعد سقوط الاتحاد السوفيتي بات اللي يتحدث عن القيم القديمة، قيم الاشتراكية وقيم بالمفهوم اليساري، صار خشبي وعدمي ومتبلد. وهذه المشكلة، ان انت توضع عناصر المشروع النهضوي في حالة تقابل، مع انها هي في حالة، ينبغي ان تكون في حالة تقاطع، في حالة انه يعني كيف تصير في تلاقي بين انك انت تحقق توق الناس للحرية، وايضا ما تحجب عنهم حق الغذاء، كيف الناس تتأمن غذائها وحقها في العيش الكريم، وفي نفس الوقت يعني هذه المعضلة اللي صارت. والأمة العربية مرت بمراحل، مرت في القرن 19 نهايته احنا مع الديمقراطية، في العشرينيات بدأ الارتداد، جاءت الثورات التحرر الوطني وتراجعنا عن هذه المشاريع، وطرحنا بدل الدكتاتورية البروليتارية سميناها يعني مجازا الديمقراطية الشعبية، وما عرفنا للآن وش تعني، زين، سوى أنها فعلا مراكمة التخلف ومراكمة الاستبداد في الوطن العربي. زين، وعودنا تركناها بعدين. وعلى فكرة اليوم مع صعود روسيا الاتحادية مرة أخرى، في مثقفين برزوا مجددا يتكلموا عن المشروع الديمقراطي كمشروع امبريالي، وإذا تريد تسمي أسماء، وبرزوا الآن خاصة في عندنا في الأردن العزيز، طلعوا كم كاتب يتكلموا عن أنه يعني عادوا إلى اللغة اللي هي إحنا ما نبغى ديمقراطية، إحنا نبغى وطن ونبغى
اسمه امن وطني او امن قومي وما نبغى ديمقراطيه، هذه فائض صارت رفاهيه عندنا. فهذه يعني هذا يعني بدنا نناقش كل محطه نناقشها ونفكك هذه الحاله، والطريق يعني يقين ان احنا ينبغي ان نبشر بهذا الشيء، ينبغي ان نبشر انه ما في تناقض بين حق الناس في الحياه، بين العداله الاجتماعيه وبين حقهم في ممارسه حقوقهم السياسيه. ما في حد يخسر يعني الانظمه اللي بتخاف من الناس انها تعبر عن رايها. والله احنا كلنا اذا عبرنا عن راينا يصير بس النظام هو الوطني والقومي واللي يتكلموا كلهم هذول يطلعوا مشبوهين وعلى على في اوكي. بس على الهند، الهند في ارث ديمقراطي من ايام الاستعمار البريطاني. حزب المؤتمر اللي ناضل ضد الهيمنه البريطانيه هو نفسه اللي كان مستلم البرلمان. معظم اللي كان مثلا عندنا جواهر لال نهرو، ابوه كان رئيس البرلمان الهندي في وقت الاستعمار البريطاني. البريطانيين ما وجدوا انه في شيء يتعارض مع مصالحهم اذا وجدت هذه المؤسسات. البريطانيين ما اساءوا كثير للوحدة الهند الا في الايام الاخيره، ما كان عندهم مشروع تفتيتها، زين كانوا يعني يعتبروها التعريف مالها على مستوى الفكر السياسي البريطاني درة التاج البريطاني، وبالعكس كانوا يشعروا انه تامين وحدتها لصالحهم، وتامين حتى كانوا يعتبروا شرق السويس مهم لهم، تامين الطريق من قناة لانه هو الطريق اللي يوصل لدرة التاج البريطاني. ففي ظروف يعني اول مره تصير فيه فعلا هي ازمه باكستان وكشمير اللي عملوها في اخر ايامهم، وهي عمليا ازمه مصطنعه لانه جناح واللي قادوا الانفصال باكستان كانوا اعضاء عناصر فاعله في حزب المؤتمر، وما كان في مبرر حتى المعروف ان مهاتما غاندي طرح على جناح انك يا تستلم رئاسه الحكومه يا تستلم رئاسه الجمهوريه بعد الاستقلال. بس كان البريطانيين عندهم مشروع انه تفتيت الهند في ذاك الوقت. فيعني في ارث قديم، الارث السياسي هذا موجود في الهند بقاله اكثر من 80 سنه. فيعني صار في سيروره، في استمراريه لهذا الارث. في مداخله من الاخ. السلام عليكم دكتور كامل، مساء الخير. دكتورنا انت قلت بانه التيار الديني عنده منابر أكثر من التيار القومي، ولذلك يتفوق في المجتمع وكسب الجماهير أو ما لذلك. أنا أعتقد بأنه الآن السوشيال ميديا. لا مو بس ميديا هذا يا حبيبي، قلت حتى قبل ما تكمل سؤالك قلت والأنظمة أرادته. والرد الأنظمة أرادته. طيب بالنهاية هذا هو الواقع في نظر. الآن الموبايل والسوشيال ميديا منبر كبير لكي نصل إلى الشباب وأفكارهم والتغيير فيهم. أنا سؤالي عشان نطلع من جزء من السوداوية اللي طرحتها، شنو هي نصائحك أو توصياتك للتيار القومي لكسب الشباب ويعني حثه على التغيير، خصوصا أن التيار له يعني باع كبير وقدم شهداء وفكر عشناه، نريد شيء بديل يحدثه التيار القومي بدل الانتظار من الإمبريالية العالمية. شكرا. بين في فرق بين مشروع وبين نشوف إذا أحد غير عنده مداخلة أو سؤال علشان السيد تفضل. شو المشروع للفروع؟ شكرا دكتور على هذه المحاضرة القيمة. يعني صار رفرشمنت من كثير من القضايا. تفضل دكتور في موضوع القوى الإقليمية، ويعني إضافة لما تفضل في أحد الأخوة فيما يتعلق بالتحديد تركيا وإيران. يعني واضح أنه التحالفات أو صياغة التحالفات هي إضافة إلى جانب تركيا وإيران، التحالف العربي الإسلامي ما بعرف ايش، هذا ايضا شكل قوه، لان ايضا مصر
كانت قوى إقليمية وتراجعت كما نعلم نتيجة لجملة من الظروف. وبالتالي أنا في تقديري أنه يعني ليس فقط تركيا وإيران وإسرائيل أو الكيان الصهيوني، بل الآن يعني أو على الأقل خلال السنوات الثلاث الأربع الماضية بدأت تشكل دول على طريقة حلف بغداد أو شيء من هذا القبيل. الشغلة الثانية أيضا تفضلت فيما يتعلق ومسألة التنمية من أعلى، فقد تكون التنمية من أعلى يعني جادة إذا كان في هناك مستبد عادل، خلنا نقول على الطريقة السنغافورية إيكوا، على طريقة كوريا الجنوبية، بمعنى أنه هذه دول أو مجتمعات لديها مشروع. السؤال الكبير اللي إحنا عندنا في الوطن العربي ما شنو المشروع اللي عندنا، سواء كان على مستوى قطري بما فيهم أولئك الذين رفعوا شعار نحن أولا، هذا البلد أولا، هذاك البلد أولا. الآن كل الدول العربية تطلع طالعة لك طالعة تقول لك أنه نحن أولا بعدين تطلع آخرا، وهذا بالضبط التعبير الحقيقي إلى أنه لم يرفع بلد هذا الشعار إلا لأنه يعاني من أزمات مستفحلة اقتصادية وسياسية وغارق في الفساد. النقطة الأخيرة في موضوعة أنه السبب الرئيس أيضا بالإضافة لما تفضلت فيه طبعا هو موضوعة الفساد، يعني في ثروات حقيقية. يعني الأخ جاسم سأل بس وزير في دولة شقيقة يقول تبغون تنمية بدون فساد ما يصير، الفساد هو ملح التنمية. يعني معلش هذا في التلفزيون يعني يعتمد على النسبة. في بيكون طلب لا بيكون أبو شريف آخر المتداخلين، تفضل. شكرا. الحقيقة الدكتور عطانا بانوراما رائعة في الوضع العالمي والإقليمي. يعني خلينا نقول باختصار، من يملك أوراق تسوية في المنطقة إذا كان في تسوية قادمة، ما في شك إنه بفترة أخرى الدول تحس بأنه استنزفت بما فيه الكفاية في صراعات وتحتاج إلى تبريد الساحات وتقاسم المكاسب وتقليل الخسائر. أمريكا، روسيا، تركيا، إيران، إسرائيل، التحالف الخليجي إذا كان عنده مشروع كان ممكن أن يكون مشروع، وليس مشروع بقاء أنظمة لكن مشروع. أن مشروع مجلس التعاون لما أسس لم يكن مشروع لتأسيس قوة، ولكن كان مشروع لمنع قوة أخرى من الفراغ اللي ترك بعد الثورة الإيرانية، فليس لم يكن هو مشروع بهالمعنى المتكامل اللي عنده رؤية طويلة. لذلك تعثر كثيرا بما عدا في بعض التنسيق الأمني والعسكري. لكن على المدى البعيد أنا أعتقد في عندنا قوتين مهمتين قادمتين في المنطقة، أو ثلاث قوة قادمة في المنطقة. الهند، الهند الآن على الصعيد الاقتصادي العالمي بحساب البي بي بي اللي هو القوة الشرائية هي ثالث اقتصاد في العالم، في خلال يمكن ربع قرن ستكون أكبر حتى من أمريكا. الصين الآن أكبر من أمريكا في حساب القوة الشرائية. باكستان أيضا، وأنا أعتقد في تحالف باكستاني صيني واضح الآن قاعد يتكون، في كلام عن مخاطر حتى على بعض دول الخليج فيما يتعلق بميناء جوادر إذا كان صحة التوقعات هذه. فأنا أعتقد في عندنا قوة أيضا جاية صاعدة في المنطقة. الصين قد تكون، الهند قد تكون مؤثر كثير لأن بسبب ملايين الهنود المقيمين هنا، والتحالف الصيني الباكستاني أيضا، وفي صراع صيني صيني هندي على موانئ في منطقة المحيط الهندي بوجود تحالف صيني باكستاني. فأنا أعتقد في أوراق مهمة جاية أيضا إذا نتكلم على الصعيد الاستراتيجي 10 أو 20 سنة في دخول كبير لهذه القوى على المنطقة. في قضية التفاؤل والتشاؤم أنا أعتقد مهم جدا. في التاريخ العربي في لحظات كثيرة من التاريخ كان فيها الوضع العربي في أسوأ حالته. سنة 48 فقدان فلسطين، بعد الحرب العالمية الثانية بشكل عام،
لكن حدثت في نفس الفترة هذه في الوضع السيء للغاية حدثت ثورات الضباط أو انقلابات الضباط اللي تحولت في نهاية المطاف إلى ثورات. حدثت أيضا الثورة الجزائرية، حدثت بعد ذلك ثورة فلسطينية. في سواد فترتنا إحنا بعد احتلال إسرائيل للبنان حدثت أيضا انتفاضتين في 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 فلسطين، وحدثت تحرير لبنان، وحدثت هزيمة إسرائيل في 2006. يعني في قدرة موجودة الآن، حتى الآن قدرة على المقاومة والمانعة موجود، رغم كل الحديث عن ال 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 خلينا نقول النقاط السوداوية اللي موجودة. إحنا ما نملك الآن أوراق لأنه ما عندنا قيادة لها مشروع. يعني كان في خلينا نقول في العراق كان في قيادة لها مشروع رغم كل مساوئها وأخطائها التكتيكية وأخطائها في دخول الحروب، لكن عندها مشروع. ما عندنا الآن قيادات عندها مشروع. عبد الناصر طبعا كان عنده مشروع قومي واضح، لكن ما موجودة هذه القيادات. لكن أنا ما أعتقد أنه يعني موضوع خروج قيادات، يعني الثورة الإيرانية تثبت أنه ممكن أنه تخرج في فترات غير متوقعة قيادات أنت ما تتوقعها أنه ممكن تمسك الساحة. الظروف الخارجية بالنسبة للوطن العربي ليست في أسوأ حالها، الآن في حال أفضل من ما كنا قبل عدة سنوات. هناك توازنات دولية، قطبية الأحادية انتهت، أصبحت في قطبية متعددة، وفي مصالح مشتركة الآن بيننا وبين الإيرانيين كعرب، بيننا وبين الأتراك، وبيننا وبين الروس إلى آخره. أنا أعتقد في ظروف الخارجية ليست في أسوأ حالها فيما يتعلق بال خلينا نقول أحداث تغير. يعني نحتاج إحنا تغير على المستوى الداخلي. الربيع العربي أثبت أمرين، أثبت ما ذكر الدكتور يوسف بأنه ثورة بدون رأس تنتهي، ما في قيادة مجربة ماسكة وتنتهي الثورات بشكل سريع. لكن أيضا أثبت أنا أعتقد أمرين مهمين، وهذه في قضية التفاؤل اللي إحنا نحتاج إنه يبقى عندنا، إنه إنه الوطن العربي في حالة غليان، ليست في حالة قبول، ليس في حالة خضوع إلى الاستبداد، رقم واحد. ورقم اثنين أعتقد مهم جدا، إحنا صارت ثورات في كل العالم لم يتحرك فيها الشارع العربي. إيران ثورة في 79، الاتحاد السوفيتي تفكك وصارت ثورات البرتقالية والملونة إلى آخره، في أمريكا اللاتينية صارت، في خلينا نقول الهند الصينية صارت. لم نتحرك، تحركنا عندما تحرك الشارع التونسي، وهذا يثبت شيء بأنه للحين هناك في هوية عربية هي تستطيع أن تؤثر. أنت بإمكانك في المنطقة ذي أن تؤثر على جارك أكثر من خلينا نقول ما يؤثر عليه الآخرين. شكرا. الكلام الأخير لي الآن، أولا أشكر الأخ من الأخير، نبدأ الأخ الأستاذ إبراهيم على هال إنه خلق جو غير اللغة اللي أنا بدأت فيها وأنهيت فيها حديث من شوية. وأتمنى إنه يعني إنه الإنسان يعيش بأمل، وأتمنى إنه يعني ما بدخل في تحليلات يعني أزيد حالة اليأس اللي صارت، مع إنه يعني لابد من مرور على شغلات بسيطة. أولها إنه المشروع للخروج مش فردي، يعني في تأطير لمشروع نهضوي جديد ينبغي أن يصاغ. وللأسف يعني في الوطن العربي الآن في شيء أسميه شوية خواء فكري، وبده شيء يعني يبنى على التراكم. أنا يعني تخليني كثير أتشائم إن أشوف المجتمع العربي استعاد روح القبيلة والعشيرة، وهذه كلها قضايا ما قبل تاريخية، وأشعر بالأمل. نحكي عن حركة التحرر الوطني، نعم تضحيات في الجزائر، تضحيات في الثورة في مصر، وهذا بس في منطق يعني يتناول هذا من نفس التحليل اللي احنا حكينا عنه، إنه التسويات التاريخية. التسويات التاريخية إنه كان في استعمار تقليدي عجوز في بريطانيا وفرنسا، وفي قوة فتية تريد تدخل عن في المنطقة، وبرز شيء يعني بسميه الأستاذ هيكل
منطق الإزاحة، منطق إزاحة الاستعمار التقليدي، وأنه في ذلك اللحظات حركة التحرر الوطني كانت عامل مسرع بإزالة الرمنت المخلفات ما هذا الاستعمار وإيجاد شغلات بديلة عنه. فيه لقاء بين روزفلت وبين الملك عبد العزيز على طراد كوينزي، قال له سياسة ما بعد الحرب تشهد شيء اسمه سياسة الباب المفتوح. سياسة الباب المفتوح يعني أنه ترى تفتكر البريطانيين كانوا كل شيء انتهت، الآن اللي يقدر بالذات اللي إحنا اللي هزمنا أمريكا وإحنا هزمنا هزمنا الألمان والألمان احتلوا فرنسا، وكان ممكن تضيع بريطانيا لو ما إحنا، فأنت بدل ما تروح للفروع تعال للأصل، إحنا الآن الأصل. وصار في تماهي غير متفق يعني بدون اتفاق بين الاتحاد السوفيتي اللي هو يتطلع إلى حركة تحرر ثورية وتغير في الفكر السياسي على مستوى العالم، مناصرة الثورات في العالم الثالث، وبين إرادة أمريكية عبرت عنها في أزمة 56 لما استنجد إيدن بأيزنهاور وقال له في تهديد روسي 48 ساعة 24 ساعة و 48 ساعة بضرب لندن وباريس بالسلاح النووي، قال له روحوا ولوا ارفعوا الراية البيضاء، انتوا اللي عملتوها وانتوا اللي تتقبلوا. فهذا واقع اتمنى انه يعني الامل الانسان لولا ما اضيق العيش لولا في، وان شاء الله يكون في شيء من الكلام اللي يعني هذا الكلام اللي يقوله الاستاذ ابراهيم يعني مو يعني شيء بيأثر يعني بيجعلنا نشعر انه في غد يكون افضل، بس مش مؤكد انه يكون افضل، ما ندري كم ياخذ كم هذا في الظروف الموضوعيه اللي ادت الى ثوره يوليو وثوره الجزائر وثوره اليمن والتحولات اللي صارت كلها، يعني كيف نستعيدها هذه سؤال اخر. فيما يتعلق بذكر الاخ العزيز الأستاذ رضي عن سنغافورة وعن ماليزيا عن التنمية من فوق، يعني في كتاب طلع من المركز حق المرحوم الراحل محمود عبد الفضيل عن تجربة النمور الآسيوية، مهم جدا تقرأ. كان يقول أنه هذه رأس مال أجنبي موجه للخارج، ويسمي هذه الحضارات اللي صارت في ذيك المرحلة مش الآن وقت اللي كتب الكتاب، يسميها حضارة أرصفة، يعالج الظروف التاريخية اللي نهضت فيها هذه الدول اللي سموها النمور الآسيوية. في محاولات صارت في الوطن العربي حتى من قبل السادات ما السادات، لكنه مو هو اللي يقرر، اللي قرروا انه يكون فيه نمور آسيوية ودفعوا وضخوا الأموال، كان في خطاباته الأولى أن إذا سوى الصلح مع الكيان الصهيوني راح تصير مصر مثل اليابان أو مثل، كان يتصور أنه بتجي له أموال هائلة واستثمارات، لكن آسف مع اللغة هذه أنه في الأخير جابوا له ملابس داخلية وما ملابس داخلية وشغلات، ما صار في على قولت توفيق الدقن يعني أنه. فإن شاء الله أنا أعتقد أنه التبشير بمستقبل شيء حتمي ومهم، وإلا بنكون حاجة أخرى، يعني أنه تبشير بالحرية، تبشير بالغد الأفضل، صياغة مشاريع جديدة، الربط الموضوعي والأساسي بين مشروعي التحرر السياسي الوطني والتحرر والحرية السياسية والعدالة الاجتماعية، هذه العناصر كلها لازمة. وأنا أتفق تماما مع الأستاذ إبراهيم في أنه قدر هذه الأمة أنها تصيغ استراتيجية موحدة، وأنه التفاعل اللي صار مع ثورة البوعزيزي أو حركة البوعزيزي على مستوى الوطن العربي هذا يعني ما في مجال
الوقوف بعدم الاعتراف، يعني كلنا وجدنا أوجد هزة. ويوم أنا في بيروت وشايب عند دكان يتمشى وهو يصرخ يمشي يهتف، صاحب دكان عادي في الحمراء وهو يهتف تحيا مصر تحيا مصر، وما حد يسمعه بوحده لأنه كانت هذا المشهد الملحمي في ساحة التحرير. يعني أنا بالنسبة لي يعني تونس عزيزة وأكيد جزء من، بس في القاهرة اللي هي قد تونس ثلاث مرات، القاهرة بس مدينة القاهرة، أن تشعر أنه في انتفاضة شعبية في القاهرة. وبعدين بالنسبة لي أنا أن أكون أعرف كثير من القيادات اللي موجودة متصدر الميادان، كان بالنسبة لي موسم يعني ولا كل المواسم للأسف يعني دائما مشاريعنا تتعثر. المهم في هذه اللحظة أنه نستمر في محاولة التحليل، القراءة والتحليل، محاولة الفهم، لأنه ما في شيء يقوي إرادتنا ويجعلنا قادرين يعني متمكنين من أن احنا نشوف المستقبل بوضوح ونصيغ استراتيجيات صحيحة قدر القدرة على القراءة والفهم. شكرا جزيلا لكم. نشكر الدكتور يوسف على المحاضرة القيمة، ونلتقي معكم قريبا في لقاءات أخرى، وشكرا لكم.